شوف انا لا شك انا لا انفي الفساد ولا استطيع القول انه احنا عندنا مشاكل كثيره والا هذه الحصيله كيف حدثت؟ كل الاموال اللي انفقت وصل للعراق فقط من الدولار تريليون و300. شنو هاي؟ هاي ايرادات النفط من 2005 وانت جاي. فهل فعلا اكيد لا عفوا المعلومه شويه واضحه. المعلومه انه العراق تم حساب مجموع الايرادات النفطيه الدولاريه التي دخلت العراق من 2005 وحتى السنه الماضيه اعتقد 22. ايش قد صارت؟ تريليون و300 مليار. تريليون و300 مليار مليار دولار. دولار هذا مبلغ ليس قليل. إيه؟ لا بل المبلغ الذي دخل العراق بالسنوات الأخيرة مبلغ كبير. زين مقابله نقول الأداء 100%. لكن أنا اللي أقوله حسام يقول لك هاي دولة وتصرف وبها موظفين وبها رواتب وبها تشغيل وبها كذا وبها كذا. هو ال 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 بس هاي تريليون تريليون و600 مليون دولار 300 مليار يعني ايه؟ 13,000 مليار دولار يعني 13 وقدامها 12 صفر. 13,000 مليار دولار من 2005 لحد الان احنا صارفين. نعم. صارفين احنا لا هو طبيعي لا مصروفات مصروفات طبعا.